السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف الإعداد بتاعة بلو بيم. هاجي هنا وهقول له أنا عايز البرفورمانس، دي الحاجات اللي هي العامة زي اسم اليوزر، زي اللغة الافتراضية بتاعتك، زي الحاجة أنت عايزها دارك ولا لايت. تمام، تجيلك بالشكل دوت حسب ما أنت عايز. الستارت أب مود، آخر استخدام استخدمته ولا حاجة معينة. تمام، وريني آخر ملفات هنشتغلنا فيها. افتح لي الهوم بيج، الدوكومنتس بتاعتك، السيف مود هو ايه، البيج لاي اوت، سنجل ديسبلاي، تختار مثلا تعمل فيت للويتس ولا للصفحة نفسها ولا الاكشوال سايز. النافيجيشن ايه، هتعمل زوم ولا هتعمل سكرول. تمام، يعني ممكن تيجي تعمل هنا زوم او كنترول، تعمل سكرول تطلع وتنزل او تعمل زوم. طيب هاجي هنا اقول له بيرفورمانس، هتلاقي الجريد، عايز تظهر الجريد ولا لا، عايز تعمل سناب للجريد ولا لا، السبيلنج لو في كلمه مكتوبه غلط، في قاموس يصلح لك الحاجات. الواجهه بتاعت الانترفيس دي اخر ملفات، اخر حاجات 90 يوم، اكتر من كده خلاص بتمسح الملفات ديت. المارك اب ليست تقدر تعمل زوم، الليارات تظهرها ولا لا، الادوات بتاعتك، القياس ممكن تقول مثلا عايز لما اعمل الحاجة مثلا تبقى مثلا اللون اللي جوه يبقى اصفر مثلا، سكتش الفورمس، الامضة بتاعتك ممكن تحدد امضة معينة الكترونية، الاستوديو هل انت هتستخدمه ولا لا، الويندوز لو انت مثلا هتشتغل على تابلت او برزنتيشن، الاعدادات بتاعتك تبقى عاملة ازاي. تمام، يعني على سبيل المثال مثلا enable right click، لما تدوس right click يبدأ يتعامل مع اللينك، الست، الامبورت اند اكسبورت لو انت عايز تصدر للوورد او تستورد من الوورد، الاعدادات بتاعتك تبقى عاملة ازاي، باوربوينت، الايمج دخلها بجودة عالية ولا بجودة قليلة، حاجات ادفانسد لو انت عايز تعمل رندر او تبرمج بالجافا سكريبت. برضه عندي هنا اعدادات خاصة بالادمنستريشن. تمام، البلاجن عايز تشغل البلاجن جوه الريفت يقدر يتعامل مع البلو بيم على طول ولا لا، الاعدادات الخاصة بالطبعات، السايز بتاع اللوحة في الاوتوكاد بتبقى عاملة ازاي.